السلام عليكم، معاكم إبراهيم حسان، وده إن شاء الله الفيديو رقم 13 في سلسلة شرح الـ CIA وفقا لمنهج 2020. إن شاء الله النهاردة معانا جزء صغير بس مهم جدا، يعني هو اللي أهميته أنا حبيت أبقى فاصله في فيديو لوحده علشان ده من أهم النقط اللي لازم نبقى عارفينها وفاهمينها كويس جدا في عملية إدارة المخاطر. الجزء ده اللي هو مسؤوليتي أنا إيه كمراجع داخلي تجاه عملية إدارة المخاطر. إحنا دلوقتي قلنا إن الستاندرد، ممكن نجيبه كمان، الستاندرد ألزم المراجع الداخلي بمسؤولية تجاه عملية إدارة المخاطر. فكان الستاندرد بيقول إيه؟ بيقول The internal audit activity must evaluate the effectiveness and contribute to the improvement of risk management processes. يبقى الستاندرد ألزمني إن أنا بحاجتين، إن أنا أعمل evaluation للـ effectiveness، وبعد ما أعمل الـ evaluation أعمل إيه؟ أعمل improvement أو contribute في الـ improvement اللي ممكن يحصل للـ process دي. طيب أنا ده هعمله إزاي؟ الانتربريتيشن بتاعت الستاندرد قالت لي بقى اعمله ازاي، والامبلمنتيشن ستاندرد قالت لي اعمله ازاي. طيب تعالوا نشوف internal audits rule in risk management. The IIA issued the following interpretation to clarify the internal audits rule. احنا نفكر الناس كده، كنا يعني ايه interpretation؟ قلنا الانتربريتيشن ده بيجي كده يعني ايه internal audit rule للريسك مانجمنت؟ مش فاهمين، فيجي الانتربريتيشن يقول لنا يعني ايه الرول بتاع الانترنال اوديتور او الانترنال اوديت اكتيفيتي للريسك مانجمنت. ويجي بعد كده الامبلمنتيشن ستاندرد. ايه الامبلمنتيشن ستاندرد ده؟ ده بيقول لنا ازاي ننفذ البرفورمانس ستاندرد او ازاي ننفذ الاتريبيوت ستاندرد. تمام. طيب الانتربريتيشن ستاندرد بيقول ايه؟ بيقول determining whether risk management processes are effective is a judgment resulting from the internal auditor's assessment that ان ال internal auditor هيقدر يوصل للنتيجة اللي من خلالها يجج على عملية إدارة المخاطر. هيقدر يقول إذا كانت عملية إدارة المخاطر دي عملية فعالة ولا عملية مش فعالة، عملية تعمل بشكل كافي ولا لأ، من خلال إن هو هيعمل assessment للحاجات الآتية. أول حاجة الـ organizational objectives support and align with the organization's mission. أنا لازم عليا كـ internal auditor أو كـ internal audit activity إن إحنا نبقى متأكدين إن الأهداف بتاعت المؤسسة اللي إحنا فيها متماشية مع الميشن بتاعت المؤسسة. طب هيجي حد يقول لك طب هي إيه الميشن دي أصلاً وإيه الأهداف؟ طيب خلينا نقول سريعاً كده، أي مؤسسة أثناء تأسيسها بيتم وضع بعض كده الإيه الأركان الأساسية. بيتم المفروض البورد والسينيور مانجمنت بيقعدوا مع بعض كده وهم بيأسسوا او بينشئوا المؤسسة بتاعتهم دي، وبيسألوا نفسهم سؤال، هو احنا الفيجن بتاعتنا ايه؟ فبيحددوا حاجة اسمها الفيجن. اول حاجة بيحددوها الفيجن، احنا شايفين ايه في نفسنا؟ زي عارف انت زي ايه، انت كده نظرتك لنفسك، شايف نفسك ايه؟ مش بعد بقى 5 سنين ولا 10 سنين، لا، انت شايف ايه الرؤية بتاعتك لنفسك النهائية، ان انت في الاخر هتبقى ايه. تمام. فبيحطوا لنفسهم فيجن، والفيجن ديت يعني مثلا ان احنا مثلا على سبيل المثال نبقى ايه المؤسسة الرائدة مثلا في هذا المجال، ان احنا نكون الافضل على في الشرق الاوسط، الافضل في 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 قارة افريقيا كده، تبقى يعني جمل عامة. تمام. بينبثق بقى عنها الايه الميشن. طيب انت قلت في الفيجن بتاعتك انا عايز ابقى الرائد في الشرق الاوسط في المجال ده. تمام. اي مجال. يجي
الميشن او تيجي الميشن بقى برضو اللي بيحددها البورد والمانجمنت، وهم قاعدين مع بعض كده في لحظة صفا وبيشربوا كوباية الشاي المتينة، يقولوا طب احنا عايزين دلوقتي نحدد الميشن. الميشن يعني من معناها المهمة بتاعتنا، احنا المفروض بقى نعمل ايه، نعمل ايه علشان نحقق الفيجن. مش احنا قلنا عايزين نبقى المؤسسة الرائدة في المجال ده في الشرق الاوسط؟ طيب ايه بقى اللي احنا المفروض نعمله؟ ففي سطرين ثلاثة يقولوا والله ان احنا هنخدم دول او هنقدم خدماتنا الخاصة بلا 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 ايا ما يكون لدول مش عارف القارة كذا، والخدمات دي هتكون ان هي بمستوى عالي من الجودة، او يا اما انا هتارجت ابقى بمستوى عالي من التكلفة مثلا او الاختلاف او ايا ما يكون. يعني انا بحدد الميشن بتاعتي اللي انا هعتمدها او اللي انا هسعى لتحقيقها، تمام، ومن ثم اقدر اكون بسعى لتحقيق الفيجن بتاعتي او لايه، لان انا اكون، لان الفيجن مش هدف بيتحقق بس، بتبقى حاجة زي معنى كده بفضل بسعى ليه طول حياتي. المهم حددنا الفيجن وحددنا الميشن وفهمنا يعني ايه الميشن، يبقى دي المهمة بتاعتي بتاعت المؤسسة اللي انا المفروض ان انا هنفذها او هقوم بيها، تمام، وبتبقى برضو ستيتمنت كده في سطرين ثلاثة لذيذة خفيفة بسيطة. حددت الفيجن وحددت الميشن، بعديها بقوم محدد بقى الاوبجكتيفز بتاعتي كمؤسسة. طيب انا دلوقتي علشان اقدر احقق الميشن بتاعتي وعشان اكون متوافق مع الميشن لازم احدد اهداف لي، والاهداف دي لازم تبقى هي والميشن بيسمعوا في بعض. يعني ايه بيسمعوا في بعض؟ يعني انا دلوقتي قلت ان انا عايز ابقى المؤسسة الرائدة في مجال مثلا ما يكون يعني صنع الشنط، تصنيع شنط، بنعمل شنط، شنط مدارس، شنط بقى اي حاجه. فانا عايز ابقى المؤسسه الرائده في المجال ده في الشرق الاوسط. يبقى ما ينفعش ان انا من اهم اهدافي مثلا ان انا ابقى متارجت دول اوروبا وبلاد ما مش عارف السند والهند، لا، يبقى انا كده اهدافي مش متماشيه مع الفيجن والميشن بتاعتي، تمام. ما ينفعش ان انا يبقى مثلا الميشن بتاعتي زي ما قلنا ان انا متارجت ان انا اقدم البرودكت بتاعي بافضل درجة عالية من الجودة، تمام، وفي نفس الوقت تبقى اهدافي ان انا احصل الحصول ان انا على المواد الخام بارخص سعر واقل تكلفة. لا، ده مش متماشي مع ده. ازاي هبقى احقق افضل جودة وكواليتي وفي نفس الوقت هبقى بجيب اقل ماتيريال؟ استحاله، لان اكيد علشان اوصل للكواليتي دي الماتيريال بتاعتي مش هتبقى ارخص ماتيريال، هتبقى ماتيريال محترمه سعرها مناسب او سعرها معقول. يبقى لازم ان الميشن، الفيجن والميشن والاوبجكتيفز او الاورجنايزيشنال اوبجكتيفز يبقى في بينهم هارموني، ان كلهم ايه، متماشيين مع بعض وبيسمعوا في بعض. فانا دوري كانترنال اوديتور تجاه عملية الريسك مانجمنت ان انا اتاكد الاول ان الاوبجكتيفز متماشية مع الميشن. هيقوم جاي حد يقول لي ايه يا عم، احنا بنتكلم في ريسك مانجمنت، ايه اللي دخل الميشن والاوبجكتيفز في الموضوع؟ اقول لك اصحى يا باشا، هو احنا الريسكس بنحددها ازاي؟ مش احنا قلنا انا لو عايز احدد الريسكس اللي بتواجه اي مؤسسة لازم اسال نفسي الاول سؤال، هي المؤسسة دي أهدافها إيه؟ فلما هعرف أهداف المؤسسة دي إيه؟ هقدر أحدد الريسكس اللي ممكن تؤثر على تحقيق الأهداف دي. يبقى إذن أنا يهمني في الأول إن أكون عارف إيه أهداف المؤسسة، وإن أهداف المؤسسة تكون محطوطة وموضوعة بشكل سليم، وإن هي تكون متماشية مع الميشن. طيب إيه كمان؟ إن الـ Internal Auditors Assessment that significant risks are identified and assessed. أنا
كانترنال اوديتور او از انترنال اوديت اكتيفيتي لازم نكون متاكدين ان السيجنيفيكانت ريسك ايدنتيفايد اند اسست، ان المانجمنت محدده الريسكس اللي بتواجه المؤسسه وعامله لها اسيسنج، عامله لها تقييم. يعني انا دلوقتي احنا خلاص فهمنا، حطينا الفيجن وحطينا الميشن وحطينا الاوبجكتيفز، بتيجي المانجمنت قبل بقى ما لسه الاودت بقى ما تواجدش على وجه الخليقه، بقى لسه الاودت الراجل بتاع الاودت ده ما اشتغلش، المانجمنت الصح فاهمه ان هي بتعمل الكلام ده، ده اوتوميتد كده على طول، خلاص حددت الفيجن والميشن والاوبجكتيفز بتاعتي، لازم على طول اقوم محدد الريسكس. بعد ما احدد الاوبجكتيفز لازم على طول متلازم ليها احدد الريسكس، اعمل ريسك ايدنتيفيكيشن واعمل ريسك اسسمنت، لازم المانجمنت تكون عامله الكلام ده، وانا كانترنال اوديتور اشوف الكلام ده والمسه. بعض يعني يا جماعه انا عايز الناس تتخيل الكلام ده عشان الموضوع ايه قد يميل للناحيه النظريه شويه، تحديد المخاطر. ايوه اللي هو ايه اعمل الصح، لا تحديد المخاطر يعني الاقيه مكتوب، لسه هنلاقي قدام كمان شويه في حاجه اسمها ريسك ريجستر، سجل للمخاطر، والمخاطر اللي متحدده دي هتبقى مكتوبه في السجل، طبعا مش لازم سجل يدوي يعني، تمام، بس في ريجستر للريسكس ومكتوب ايه الخطر، ومكتوب الخطر ده بيأثر على هدف ايه، ومكتوب فيه ايه الكنترول اللي محطوط للخطر ده عشان يمنعه من التأثير على الهدف وان الهدف يتحقق بشكل سليم. يبقى الكلام ده فعلا بيتطبق عمليا مش كلام نظري، فلازم الاقي المانجمنت عامله ريسك ايدنتيفيكيشن وعامله ريسك ايه اسسمنت. طيب لازم بقيم كمان كانترنال اوديتور الـ appropriate responses are selected that align risks with the organization's risk appetite. لازم الاقي خلاص المانجمنت عملت ريسك ايدنتيفيكيشن، عملت ريسك اسسمنت، بعد الايدنتيفيكيشن وبعد الاسسمنت ايه المانجمنت حددت الخطر، مش مسكت الخطر كده وقفشته وحددته وقيمته وعملت له عمليه التقييم ولقيت ان الخطر ده عالي المخاطر، درجة الخطر بتاعته عالية، يبقى لازم هتنزل بالريسبونس بتاع الريسبونس ده اللي هو الكنترول. أنا دوري إني أتحقق إن الكنترول ده أو الريسبونس ده ملائم للخطر وإنه بيخلي درجة الخطر تنزل within the risk appetite. مش فاكر قلنا النقطة دي ولا لأ قبل كده، نقولها تاني. الخطر بيبقى غالبا قلناها بس نقول تاني، الخطر بيبقى زي لو افترضنا ان احنا على سكيل كده من 1 لـ10، تمام، وان درجة الخطر هنقدر نقيسها بشكل كمي. لو انا دلوقتي عندي حاجة الانهيرنت ريسك بتاعها، نفتكر سوا مع بعض، تمام، انا حابب اعيد الاكسبريشنز دي عشان نفتكرها، الانهيرنت ريسك اللي هو كان الريسك without any response without any control، لو حاجة كان درجة الخطر بتاعتها على السكيل 10، تمام المانجمنت وهي بتحدد الاوبجكتيف حددت بعديها الريسكس، فقفشت ريسك كده محترم، الريسك ده خطورته على السكيل من 1 لـ10 10 اعلى حاجه، راحت المانجمنت مشكوره، راحت حاطه ريسبونس او كنترول خلى درجه الخطوره دي تنزل من 10 لحد 4، فبقى الريزيدوال ريسك اللي هو الريسك افتر ريسبونس بقى 4. حلو ولا وحش؟ ما اعرفش ليه يا عم، ده كان 10 بقى 4 ده اكيد ممتاز. اقول لك لا ما اعرفش، هو الريسك ابيتايت بتاعي كام، المانجمنت اصلا محدده من قبل ما تمسك الريسك ده تحديدا وهي محدده الريسك ابيتايت بتاعها كام. لو محددة ان الريسك ابيتايت بتاعها 3 يبقى لا، على الرغم من ان انا نزلت من 10 ل 4 برضه ستيل مش مرضي بالنسبه لي لان انا كده فوق الابيتايت. انما لو هي محددة ان الريسك ابيتايت بتاعها 5 وانا لما حطيت الكنترول ده نزلت درجة الخطورة من 10 ل 4 انا كده ممتاز، يبقى انا كده within the risk appetite. يبقى اذا انا دوري كمراجع داخلي اني اتاكد ان المخاطر اللي بيتم تحديدها بيتم اتخاذ ريسبونسز ملائمه ليها، تمام،
when the responses دي that align risks with the organization's risk appetite، بتخلي الريسك يبقى درجة الريسك بقى المتبقية متمشية مع ايه؟ مع الريسك appetite. وقلنا الريسك appetite اللي هو درجة اللي المؤسسة او اللي الإدارة قبلها من الريسك، في درجة مقبولة، لان انا عارف ان انا شغال في بيئة لازم فيها يحصل فيها مخاطر، لازم اتعرض لمخاطر، ولازم اتعرض لخسائر، لازم بيئة العمل كده. فعلشان كده انا بقول طب والله خلاص انا قابل بدرجة مخاطر لحد كذا، فالحد كذا ده الابيتايت بتاعي. طول ما المخاطر اللي بتعرض ليها within الابيتايت within الكذا ده، يبقى انا كده في التمام وفي السليم، انما زادت عنها يبقى كده في مشكلة. طيب انا كانترنال اوديتور مسؤوليتي ايه كمان؟ مسؤوليتي ان انا بعمل assessment in relevant risk information is captured and communicated in a timely manner across the organization, enabling staff management and the board to carry out their responsibilities. إن عملية بقى تحديد الأهداف وعملية تحديد المخاطر وعملية تقييم المخاطر وعملية الريسبونسنج على وضع الضوابط اللي هتحد من المخاطر دي، لازم يكون الكلام ده بيصاغ في شكل تقارير ومعلومات بيتم عرضها على مجلس الإدارة وعلى الإدارة وعلى العاملين في المؤسسة، علشان يقدر لما هتبقى المعلومة متوفرة عند الناس كل واحد هيقدر ينفذ مسؤولياته بشكل واضح وشفافية. فأنا دوري إن أنا أتأكد إن عملية إدارة المخاطر ديت بينتج عنها طبعا معلومات، وإن المعلومات ديت بتروح لإيه؟ لمستحقين، إن كل حد المفروض تبقى عنده المعلومة دي عشان بناء عليها هيتخذ قرار إن المعلومة بتوصله كاملة، بتوصله صحيحة، بتوصله في وقتها المناسب. The internal audit activity may gather the information to support this assessment. The internal audit activity may gather the information تمام to support this assessment during multiple engagements. تمام. The result of these engagements, when viewed together, provide an understanding of the organization's risk management, processes and their effectiveness. طيب هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ ان انت خلي بالك ان انت عمليه تقييم عمليه اداره المخاطر ده مش شرط ان انت يبقى في engagement كده اسمها ايه؟ انا طالع يا جماعه يلا بينا نطلع engagement، يلا بينا نطلع مأموريه نشوف عملية إدارة المخاطر. وارد يكون كده، وارد يكون كده، وارد ما يكونش مأمورية بعينها لإدارة المخاطر، لا هو وارد من خلال إن أنت دلوقتي في engagement معينة على function مثلا ولتكن الفاينانس، فوأنا بأودت على الفاينانس لقيت إن الناس عندهم ريسكس رهيبة، كم من الريسكس اللي بيتعرضوا ليها واللي ملهاش اي ريسبونس، مش متاخد لها اي كنترول، رهيبه. نزلت بعد كده مثلا باودت على الناس بتاعه البروكيورمنت، فوانا بشوف السايكل بتاعتهم وبشوف البروسيجرز اللي هم شغالين بيها، لقيت كم من الريسكس اللي بيتعرضوا ليها مهول. فانا كده مش محتاج ان انا اودت على الريسك مانجمنت عندي في المؤسسه بتاعتي عشان اعرف ان الناس دول نايمين في البطاطا، خلاص هو اوريدي اصلا هم نايمين في البطاطا، لان هم لو مش نايمين في البطاطا كانت الناس دي الراجل بتاع الفاينانس والراجل بتاع البروكيورمنت ما كانش عندهم كام من الريسكس دي. انما طالما الفانكشنز دي بتتعرض للكم ده من الريسكس، يبقى اذا الراجل بتاع الريسك مانجمنت مش فاضي واخد له تعسيله. تمام. فانا مش محتاج كانترنال اوديتور ان انا اكون عند الراجل بتاع الريسك مانجمنت تحديدا وواقف له وبتفرج عليه عشان اشوف، لان عمليه الريسك مانجمنت دي عمليه مسمعه في المؤسسه كلها، فانا مش رايح اشوفها عنده، بالعكس ده هو المفروض ان هو بيدي الجايد لاينز
هو المفروض ان هو يعني ايه بيرسم الطريق ويساعد الناس في ان هي تمانج الريسكس، انما الريسكس دي اصلا مش عند الراجل ده، ده الريسكس دي على متوزعه على المؤسسه كلها، وهو بقى المفروض ان هو بيوجه الناس تمام ويساعدهم في ان هم يديروا المخاطر اللي بتواجههم دي. فطالما الناس اصلا منهم للمخاطر كده تمام، عيش مع نفسك، وكل واحد عنده مقدار من المخاطر اللي مش عارف يتحكم فيه ولا يسيطر عليه، يبقى اذا الراجل بتاع الريسك مانجمنت ده الدنيا عنده بايظه. هو ده اللي الكلام هنا او الامبلمنتيشن ستاندرد بيقوله، بيقول لك ان الانترنال اوديت اكتيفيتي ماي جاذر ذا انفورميشن تو سبورت اسسمنت، ان انا ممكن اجمع المعلومات اللي تخليني اوصل للاسسمنت ده ديورنج مالتيبل انجيجمنت، خلال اصلا الانجيجمنت اللي انا عملتها طول السنه. يعني انا ممكن اعمل اطلع الاودت بلان بتاعت سنه معينه كلها على مثلا فانكشنز فاينانس اوبريشنز سيلز بريكيورمنت، واجي في الاخر خالص اقوم كاتب لك كونكلوجن كده، اقول لك على فكره احنا الريسك مانجمنت عندنا مش كويسه. تقول لي ايه ده ازاي؟ اذا كان انت طول السنه انت ما طلعتش ما عملتش اودت على الريسك مانجمنت فانكشن، ما عملتش اودت على الريسك مانجمنت اكتيفيتي، ما عملتش اودت على اداره المخاطر اللي هي موجوده في 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 اغلب البنوك والشركات دلوقتي اسمها اداره المخاطر، اذا انت ازاي ما عملتش اودت عليها وعرفت ان شغلهم مش كويس؟ اقول لك ايه يا باشا، عشان الناس دي اصلا شغلها لازم يسمع في المؤسسه، ايه في المؤسسه كلها. تمام. ريسك مانجمنت بروسيسز ار مونيتورد ثرو اون جوينج مانجمنت اكتيفيتيز separate evaluations or both. تمام. عملية استكمال الكلام ان عملية ادارة المخاطر للادارة نفسها بقى are monitored، ممكن يتم مراقبتها ومتابعتها من خلال through ongoing management activities، ان الادارة ادارة المخاطر، ادارة دلوقتي بنتكلم هنا عن الادارة مش عن الاوديت، ادارة المخاطر اللي بتقوم بعملية إدارة المخاطر ممكن إن هي تتابع العملية ديت من خلال متابعة مستمرة أو عمليات منفصلة أو separate evaluations or both أو الاثنين. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي إدارة الإدارة اللي بتدير الإدارة بتدير المخاطر صح؟ طيب عايزة في لحظة كده ما تقول هو أنا بدير صح ولا غلط؟ فوارد تعمل إيه؟ وارد تقوم عاملة ستوب يا جماعة لحظة، عايزين نعمل separate assessment، عايزين نقف كده واقفه ونشوف احنا موقفنا ايه. او وارد ان التقييم المنهج التقييم اللي هي بتعتمد عليه يكون المتابعه المستمره اللي هو ايه؟ ريبورت يوميه، ريبورت اسبوعيه، بيبص عليها لو في اي مشكله هتبان في الريبورتس، او مره واحده ستوب تعالى نعمل assessment للسايكل من A to Z ونشوف احنا فين. تمام؟ ده موجود وده ايه؟ موجود. فهو عايز يقول لك ان ده برضو تكنيك ممكن انت كانترنال اوديتور تستخدمه وانت بتعمل الاسسمنت بتاعك، لان حته الاون جوينج دي اللي هي زي ما كنا بنتكلم ان انا من خلال الانجيجمنت بتاعتي اصلا اللي طول السنه وانا قادر اتابع الريسك مانجمنت وانا قادر اشوفه، او سيبريت ايفالويشن ان انا بقى لا انا نازل اوديت للريسك مانجمنت تحديدا وبص الريسك مانجمنت بيعملوا ايه بالتفصيل. تمام. الخلاصه ان انا لازم افهم ان انا بعمل اسسمنت للاربع نقط دول، اربع نقط ضروريين بوصل من خلالهم اذا كان عمليه الريسك مانجمنت عندنا في المؤسسه افكتيف ولا مش افكتيف. استكمالا للكلام تاني، The internal audit activity must evaluate risk exposure relating to the organization's governance, operations, and information systems. هيبتدي يقول لك بعض كده النقط الحيوية، تمام؟ بعض النقط الحيوية اللي بيقول لك خلي بالك يا راجل يا مراجع، النقط دي لازم تبص عليها وتراعي كويس الريسكس اللي فيها. الجافرنس، أي ريسكس متعلقة بالحوكمة والجافرنس، واتكلمنا في يونت منفصل تماما يعني إيه حوكمة، تمام؟ ويعني إيه جافرنس. الاوبريشنز والانفورميشن سيستمز، النظم الآلية. طيب ريجاردينج ذا
achievement of the organization's strategic objectives. طيب هنشوف بقى المخاطر في النقط دي تجاه ايه؟ تجاه اول حاجه ال achievement of organization's strategic objectives. احنا قلنا اكيد ان انا الريسكس بشوفها او بتبقى على علاقه بتحقيق الاهداف. فانا عايز اشوف انا مدى تحقيقي للاستراتيجيك اوبجكتيفز، بحقق اهدافي الاستراتيجيه، اهداف الاستراتيجيه اللي بتبقى ايه؟ اكتر من سنه. تمام؟ عندنا بقى اهداف بقى طويله المدى شويه. بحققها؟ لو انا ماشي بحققها يبقى الدنيا تمام كويسه، لو مش بحقق الاهداف بتاعتي الاستراتيجيه يبقى اذا انا في عندي مشكله، يبقى اذا في عندي ريسكس، لازم اتاكد الريسكس دي بقى الاداره واخده بالها منها وبتراعيها وحاطه لها الضوابط. طب لو حط لها الضوابط، طب ما استيل كده الضوابط دي مش شغاله لان احنا ما قدرناش نحقق اهدافنا، طب ايه المشكله؟ تمام. Reliability and the integrity of financial and operational objectives. اسف دخلت الدنيا في بعض. Reliability and the integrity of financial and operational information. تمام. مدى الريلايبيليتي والانتجريتي بتاعه المعلومات المتاحه، لازم، لان دي بتسمع في الجفرنس، حاجه ليها علاقه بالجفرنس. ده ريسكس، ريسكس ان انا يبقى عندي المعلومات المتاحه في المؤسسه او المعلومات اللي بيتم حتى عرضها على الستيك هولدرز باختلافهم داخليين او خارجيين، لازم اكون متاكد كانترنال اوديتور ان المعلومات دي تتوافر فيها درجة من الريلايبيليتي والانتجريتي الكافية. ولو لاحظت او لو مسيت ان في اي ريسك بيؤثر على النقطة دي، لازم ان انا ارصد الريسك ده. النقط ديت دي ارياز كده لازم اخدها في اعتباري، ولو لقيت اي ريسك بيسمع في اي نقطة منهم لازم ارصده ولازم اوجه عين الادارة ليه. يا ادارة انت واخدة بالك ان احنا في عندنا مشكله في تحقيق الاهداف الاستراتيجيه؟ يا اداره انت واخده بالك ان احنا في مشكله عندنا في مدى مصداقيه ونزاهه المعلومات الماليه او المعلومات التشغيليه اللي متاحه عندنا في المؤسسه؟ تمام. effectiveness and efficiency of operations and programs، ان العمليات الاوبريشنز اللي بتتم داخل المؤسسه بتتم بشكل فعال بشكل كفء. effectiveness and efficiency، واكيد اكيد قلنا قبل كده الفرق ما بينهم. effectiveness ان انا عندي المقدره ان انا احقق الهدف بتاعي، عندي المقدره اني احقق الهدف ايه بتاعي. انما efficiency لا، ان انا احقق الهدف بتاعي وايه بافضل الموارد، بافضل باستخدام امثل للموارد. يعني انا ممكن مثلا حد يكون الهدف بتاعه عايز مثلا يبني عمارة، فممكن حد يقوم باني العمارة ب100,000 جنيه، إنما في واحد تاني ممكن يقوم بنيها بنفس الدرجة من الجودة وبنفس الدرجة من الصلابة بس ب90,000 جنيه. يبقى اللي بناها ب90 ده حقق عنصر الكفاءة الافيشنسي. تمام. فأنا لازم أتأكد إن الأوبريشنز اللي عندي في المؤسسة effectiveness وافيشنت. تمام. يعني ما الاقيش في تاسكايا مثلا او في اوبريشن معينه الاوبريشن ديت بيعملها سبعه، ده بيدي لده وده بيدي لده وده بيدي لده، والسبعه دول كل واحد فيهم مش عارف بياخد كام، فتلاقي ان الاوبريشن دي بتخسرنا اصلا لان مرتبات السبعه اللي بيعملوها ببساطه خالص انا لو جبت شيت اكسل ممكن يقوم عامل لي اللي سبع افراد دول بيعملوه. يبقى اذا هنا انا ما عنديش كده افيشنسي في الايه، في الاوبريشن او في السايكل دي. فانا دوري كمراجع اتاكد ان الاوبريشن فيها الافكتيفنس والافشنسي. سيف جاردنج اوف اسيتس، حمايه الاصول، وان انا اكون متاكد ان الاصول بتاعه المؤسسه ما فيش اي ريسكس او ثريتس بتهددها. كومبلاينس وذ لوز ريجليشنز بوليسيز بروسيجرز اند كونتراكتس، ادواري ان اكون متحقق ان احنا كمؤسسه متوافقين مع القوانين ومع السياسات سواء الداخليه والخارجيه والبروسيجرز والكونتراكت لو في اي كونتراكت احنا كمؤسسه ملتزمين بيها مع جهه اخرى. كل النقط ديت انا دوري ان انا انا ما بعملش حاجه منهم. خلي بالك دي نقطه مهمه، انا مش بعمل اي حاجه منهم،
انا مش بضمن ان المعلومات تبقى نزيهه وصادقه، انا مش بسعى لتحقيق اهداف المؤسسه، انا مش بحقق التزام المؤسسه باللوز والبوليسز لا انا ما بعملش الكلام ده، بس دوري ان انا ببص كده بعينيا كانترنال اوديتور واعمل تقييم للعمليه دي واشوف هل احنا في السايكل بتاعت ان المؤسسه بتاعتنا تكون متوافقه مثلا مع تشريعات معينه. هل احنا اولا في متوافقين ولا لا؟ طب لو احنا مش متوافق او لو احنا متوافقين، لو احنا متوافقين طب هل السايكل تضمن لي ان لو في لحظه من اللحظات بقينا مش متوافقين هنقدر نكتشف ده وهنقدر نعرفه بسهوله؟ انا ببص كتقييم، كتقييم مش بدخل بايديا وانفذ خالص. The internal audit activity must evaluate the potential for the occurrence of fraud and how the organization manages fraud risk. تمام، انا قلت لك هو بيلفت نظرك لاهم يعني او ارياز كده مهمه تخلي بالك وتراعي دايما فيها لان هي بتبقى يعني على درجه كبيره من الايه من الحساسيه. زي قال لك نقطه او مساله الفرود ريسك، خطر الفرود، لازم دايما كانترنال اوديت تبقى بتقيم احتماليه وجود او حدوث فرود. فانت نازل مثلا بتقودت على اكتيفيتي معينه، عملت شويه يعني ايه اناليتيكال بروسيجرز كده مثلا وجبت شويه ارصده قارنتها ببعضيها ومش عارف رحت مقارن بالارصده المماثله في السنه اللي فاتت مع حته بريدكشن كده الارصده اللي ممكن تبقى السنه اللي جايه مش عارف ايه، لقيت ان في حاجه مش مظبوطه، لقيت ان في حاجه مش مظبوطه. ما تقومش قايل لا مش مشكله الدنيا كلها مش مظبوطه مش عارف ايه اقلب خش على اللي بعده، لا لازم يكون عندك كانترنال اوديتور، وده يسمع معانا في الديو بروفيشنال كير بقى الناس اللي فاهمه او الناس اللي فاكره الله يمسيكم بالخير الديو بروفيشنال كير اللي كانت عندنا في يونت 2 غالبا، ان انا لا لازم اكون عامل حسابي واخد في اعتباري ان في احتمال لحدوث حاجه اسمها الفرود الاحتيال، هناخده طبعا بالتفصيل في يونت 7 ان شاء الله. ده لازم دايما اكون حاطه في اعتباري ان وارد جدا يحدث فرود، يحصل فرود. احنا مش نازلين نخون الموظفين ولا نازلين نخون الناس ولا بنقول الناس حراميه، الناس كلها افاضل وفوق دماغنا، بس انا وانا شغال بيكون الاحتمال ده عندي كده ايه سايبه على ورا كده، بص ايه في دماغي كده بس ايه على جنب، انما اول ما حاجه بتنكش فيه بيقوم طالع بقى خلاص، فاهم؟ انما الاحتمال موجود، موجود، لان احنا بنتعامل مع في الاخر طبيعه بشريه. تمام. In accordance with ماشي risk management the chief audit executive and internal auditors should obtain a clear understanding of the organizations. تمام، بيقول لك بقى احنا كل ده بنتكلم فانا كانترنال اوديتور او انا كانترنال اوديت اكتيفيتي انا مسؤوليتي ايه تجاه عمليه اداره المخاطر. تمام، فبيقول لك ان انا من مسؤولياتي بقى ان انا لازم ابقى فاهم ويبقى عندي كلير اندرستاندنج للاورجنايزيشنز ريسك ابيتايت، ابقى فاهم كويس قوي الريسك ابيتايت بتاع المؤسسه، ابقى فاهم البيزنس ميشن والاوبجكتيفز. انتوا الميشن بتاعتكم ايه؟ الاوبجكتيفز بتاعتكم ايه؟ ابقى فاهم المؤسسه اللي انا شغال فيها لازم ابقى فاهم الكلام ده. البيزنس استراتيجيز، ايه الاستراتيجيات اللي احنا شغالين بيها واللي هنعتمدها؟ احنا شغالين علشان بنقدم سيرفيس معينه بغض النظر عن تكلفتها ايه، ولا احنا شغالين باستراتيجي التكلفه ولا الكواليتي، ولا احنا مؤسسه غير هادفه للربح اصلا، ولا قصتنا ايه ودنيتنا ايه. ريسكس ايدنتيفايد باي مانجمنت، لازم يبقى عندي فول اندرستاندنج للريسكس اللي المانجمنت حددتها، سواء الريسكس دي كانت فاينانشال ولا اوبريشنال ولا ليجل ولا استراتيجيك. تمام، لازم يبقى عندي اندرستاندنج عن الكرنت ريسك مانجمنت انفايرمنت اند براير كوركتيف اكشنز. الكرنت ريسك مانجمنت انفايرمنت، الانفايرمنت سواء انترنال انفايرمنت او اكسترنال انفايرمنت، لازم ابقى فاهم البيئه اللي بيتم اداره المخاطر خلالها. يعني هنعرف يعني ايه الانفايرمنت دي هنتكلم فيها براحتنا وبالتفصيل كمان شويه في الكوزو يعني ان شاء الله الفيديو الجاي.
والاي ار ام، وهنشوف يعني ايه بقى الانترنال انفايرمنت والعوامل المؤثره في الانترنال انفايرمنت وتاثيرها على الريسك مانجمنت. بس لازم ابقى فاهم البيئه اللي بيتم فيها اداره المخاطر and the prior corrective actions والcorrective actions اللي تم اتخاذها قبل كده علشان يتم مواجهه مخاطر بعينها. means of identifying assessing and overseeing the risks، الوسائل، انا كمراجع داخلي لازم ابقى عارف ايه الوسائل اللي بيتم استخدامها وانا بحدد الريسك، وايه الوسائل اللي بيتم استخدامها وانا بقيم الريسك، وايه الوسائل اللي ممكن يتم استخدامها وانا بعمل overseeing للريسك اللي الاداره بتعملها. تمام، الاداره بتعملها واللي انا برضو هعملها برضو، وانا خلي بالك مع الوسائل دي انا برضو هستخدمها، لان انا برضو هعمل ايدنتيفيكيشن وهعمل ريسك هعمل ريسك اسسمنت، لان وارد فيه ريسكس تكون ساقطه من الاداره اصلا، فانا ايدنتيفاي ريسك معين الاداره ما كانتش واخده بالها منه. تمام، فانا لازم ابقى فاهم المينز دي كويس وازاي استخدمها واستخدم ايه امتى وايه ما ينفعش استخدمه. تمام، هو حاليا يعني مش جايب يعني او مش بتكلم في الموضوع من ديبس، الموضوع ده اصلا ليه قصه، دي ليها شهاده منفصله خالص، او عموما عمليه اداره المخاطر ديت ليها شهاده منفصله في سيرتيفيكت جميله قوي اسمها السي ار ام اي، لو الناس بتقول عليها سيرما، سي ار ام اي سيرتيفيكيشن اوف ريسك مانجمنت اشورنس، دي شهاده برضو من الاي اي اي. ازاي بقى ان انت كمراجع تبقى متخصص في مراجعه اداره المخاطر بس، بقى بتتكلم عن اداره المخاطر بس كعمليه اداره المخاطر، وانا ازاي اراجع عليها كدوري بقى كمراجعه كاشورنس وككونسلتنج، ولو كونسلتنج يبقى ازاي اعمل الكونسلتيشن بتاعي ليها. شهاده لذيذه وظريفه، بس الريكويرمنت بتاعتها بقت لازم علشان اي حد ياخدها لازم يبقى سيرتيفايد سي اي اي اصلا، ما كانتش كده الاول بس حاليا بقت كده. طيب الشيف اوديت والانترنال اوديتورز شود برضو ايه، شود كونسيدر الريسك مانجمنت فريم ورك اند مودلز اند الستاندرد 2100 ماشي نيتشر اوف ورك. تمام، لازم كشيف اوديت وكانترنال اوديتورز نبقى فاهمين الريسك مانجمنت فريم وركس، لازم نبقى عارفين الريسك مانجمنت، لازم نبقى عارفين الكوسون، لازم نبقى عارفين الاي ار ام، لازم نبقى عارفين الايزو وهكذا. تمام، consider the characteristics of the organization، لازم نبقى كانترنال اوديت عارفين الكاركترستكس بتاعت الاورجنايزيشنز، زي السايز بتاعتها، زي السايكل لايف سايكل، زي الماتيوريتي، زي الستيك هولدرز، زي الانفايرمنت، التشينجز بتاعت الانفايرمنت، كل الكلام ده لازم كانترنال اوديت اكتيفيتي نبقى عارفينه، لانه هيفيد جدا وهيؤثر جدا في تقييمنا لعمليه اداره المخاطر. Review the maturity of the organization's risk management process and determine the reliance on management risk assessment. نقطة دي مهمة. نقطة دي مهمة. أنا دلوقتي إحنا قلنا إيه؟ قلنا إن الريسك إن الريسك مانجمنت بتبقى عاملة بتعمل ايدنتيفيكيشن للريسك وبتعمل assessment للريسك اللي بتواجه المؤسسة. طيب انا عايز اشوف بقى مدى اعتمادي على الكلام اللي المانجمنت عاملاه ده، يعني انا دلوقتي هل اعتمد على الكلام ده خلاص واخده بشكل مصدق، هي مثلا المانجمنت قالت لي احنا عندنا اللي بيواجهنا بيواجه المؤسسه بتاعتنا فقط 50 ريسك، 20 منهم هاي ريسك و20 ميديوم و10 لو، فانا خلاص تمام كده بالنسبه لي الكلام ده اخده مصدق تماما، ولا اخده يعني واثق فيه بس الدرجه مش قويه قوي، ولا واثق فيه بس الدرجه قليله، ولا مش مصدق اي حاجه من اللي اتقال لي ده. كل ده هيتوقف على ايه؟ هيتوقف على الماتيوريتي اوف ذا اورجانيزيشنز ريسك مانجمنت بروسيس، الماتيوريتي بتاعت الناس بتوع الريسك مانجمنت. انا اصلا في المؤسسه اللي انا شغال فيها، كل واحد كده يبص كده عنده في المؤسسه اللي هو شغال فيها، الناس بتوع الريسك عندنا
هاي ماتيوريتي، ولا ده ضايعين يا عم ومش شايفين قدامهم، ولا والله شغالين الناس بتجتهد وبتحاول. فحسب الماتيوريتي بتاعتهم وحسب الماتيوريتي بتاعت الريسك مانجمنت بروسيس، واذا كانت الريسك مانجمنت بروسيس اصلا عندنا في المؤسسه هاي ماتيور ولا لا، على قد ما هتكون اعتماديتي على الاوتبوت اللي بيجي من الايه، من السايكل او من البروسيس. تمام. طيب have an established process for planning, auditing and reporting risk management issues. لازم ال internal auditors وال chief audit should have an established process. لازم يكون عندنا process لل planning وال auditing وال reporting ال risk management issues. يبقى احنا ك internal audit بقى، ك internal audit activity، احنا عندنا ايه؟ عندنا process ازاي هنعمل plan على ال risk management، ازاي اسف البلان يعني، عندنا ازاي هنعمل بلاننج للاوديت عليهم. تمام. ولما هنيجي الاوديت هنعمل اوديت ازاي، ولما نيجي نعمل الريبورتنج بتاعنا هيبقى ازاي. تمام. يعني كل الحاجات دي مش للريسك مانجمنت بس، دي في العموم. تمام. طيب شيف اوديت اكزيكتيف شود سبيك وذ ذا بورد اند سينيور مانجمنت اباوت ريسك ابيتايت ريسك توليرنس اند ريسك مانجمنت. لازم الشيف اوديت يتكلم مع البورد ومع السينيور مانجمنت ويبقى فاهم منهم كويس الريسك ابيتايت والريسك توليرنس. الريسك توليرنس اللي هو الاكسبتابل فاريانس فروم ريسك ابيتايت، في ثلاث اربع كلمات الاكسبتابل فاريانس فروم ريسك ابيتايت. يعني انا دلوقتي لو انا الريسك ابيتايت عندي اربعه، تمام، لو احنا هنفترض ان احنا يعني ان ايه نقدر نقيسه بشكل كمي على السكيل بتاعنا اللي من 1 ل 10، لو انا الريسك ابيتايت بتاعي 4، تمام، يعني دي درجة المخاطر المقبولة بالنسبة لي. طيب افرض راح جه قال لك ايه، طب 5 ما يمشيش معاك، يعني افرض انت تعرضت لدرجة مخاطر 5 ما تمشيش ولا يحصل كارثة. تقول له والله بص، هي 5 دي الريسك توليرنس بتاعي، الاكسبتابل فاريانس فروم ريسك ابيتايت، هو انا كنت عايز ما اشيلش اكتر من 4 مخاطر، بس لو 5 ماشي، انما اكتر من كده مش هقدر. 5 دي اللي هي ما يعني اخري، هو ده الريسك توليرنس، الاكسبتابل فاريانس فروم ريسك ابيتايت اند ريسك مانجمنت. تمام ماشي. After reviewing the strategic plan, business plan and policies, the chief audit may determine whether strategic objectives align with the mission. بعد بقى ما احنا كاوديت نعمل مراجعه للاستراتيجيك بلان، للخطه الاستراتيجيه والبزنس بلان وخطه البزنس والبوليسز، هيقدر التشيف اوديت او الانترنال اوديت عموما تشوف اذا كانت الاوبجكتيفز فعلا الاين مع الميشن والفيجن. اهو الفيجن اهو جابها المره دي، ما كانش هيلا فوق الميجن والفيجن اند الريسك ايه، اند الريسك ابيتايت. ماشي. هو يعني بنعيد ونزيد في نفس الكلام. الميد ليفل مانجرز ماي جيف انسايت انتو الاينمنت ات ذا بزنس يونت ليفل، انسايت ان الاينمنت ات ذا بزنس يونت ليفل. ماشي. احنا يعني احنا قلنا بيبقى في اهداف استراتيجيك اوبجكتيفز، اهداف استراتيجيه بتحطها السينيور مانجمنت والبورد. بعد كده الاهداف الاستراتيجيه دي بتتنقل في operational objectives، اهداف بقى تشغيليه، بدل ما كانت بقى هدفنا اهداف استراتيجيه على 3 و5 سنين، لا بنبتدي نترجمها في اهداف operational objectives لمده سنه مثلا. وبعد كده ال operational objectives دي بقى اللي هي ال mid level management. تمام. بعد كده بقى ال mid level management تنقل بقى للايه، لل المانجمنت اللي هي على خط النار، اللي هنسميها بنسميها السوبرفيجن ليفل، او مش لو ما لا ما اسمهاش لو ليفل، هي اسمها الفيرست لاين يعني. تمام. بيبتدي بقى يبقى في انديفيدوال اوبجكتيفز، او يبقى في تاكتيكال اوبجكتيفز. بص عمالين ايه، يبقى تخيل كان في هدف استراتيجي، الهدف ده علشان محتاجين نحققه على 3 سنين، بننزل منه بهدف تشغيلي اوبريشنال اوبجكتيف. تمام. والهدف التشغيلي ده بننزل منه بانديفيدوال اوبجكتيف او بتاكتيكال اوبجكتيف. يبقى انا بالتالي تحقيق بقى الاهداف ده يبتدي من تحت لفوق، وضع الاهداف كان من فوق لتحت، من فوق لتحت،
اب داون. انما تحقيق الاهداف لا بقى بالعكس، ابتدي ما احقق التاكتيكال احقق الاوبريشنال وبالتالي احقق الايه الاستراتيجيك اوبجكتيف. ولازم طبعا الثلاثه يكونوا متماشيين مع بعض، ثلاث مستويات من الاهداف يكونوا متماشيين مع بعض، والا الدنيا كده هتبقى ايه سلطه خالص. The internal audit activity alerts the management to new risks or inadequately mitigated risks. اكيد احنا ك internal audit بنقول للمانجمنت خلي بالك انت في ريسكس جديده مش واخده بالك منها، او خلي بالك انت في ريسكس مش جديده، ده قديمه، بس انت فاكره ان انت الريسبونس اللي حطاه معاها ده محجمها ومظبطها. لا، على فكره الوضع مش كده. Internal audit activity provides recommendations and action plan for risk responses. بندي ريكومنديشن عن اكشن بلان، بندي ريكومنديشن عن الريسك ريسبونس، بنلاقي خطر معين فممكن نقول ريكومنديشن يا جماعه لا الخطر ده محتاج ان يتعمل له اكشن بلان بالشكل مثلا الفلاني او كذا او كذا، فممكن ندي ريكومنديشن. accept او pursue او transfer او mitigate or avoid. تمام، دي طبعا الريسبونسز قلناها شرحناها قبل كده، الاختلاف بتاعت الايه اختلافات الريسبونسز. ان انا ممكن اكسبت عشان ماشي البيرس دي ما كانتش موجوده قبل كده، ان انا اسعى سعي ان انا اسعى ورا، بس وانا هسعى ورا خطر هجري وراه؟ لا طبعا، هي دي بتبقى لما يبقى فيه اوبورتيونيتي، ان انا لما هيبقى فيه اوبورتيونيتي ممكن ان انا بيرسويسنس يعني ان انا اسعى وراها، اسعى ناحيه الاوبورتيونيتي واحاول ان انا استغلها. الباقي طبعا ان انا اكسبت الخطر او ان انا اعمل له ترانسفير انقله لحد زي ما قلنا شركات التامين، او ميتيجيت ان انا احط له كنترول بحيث ان انا اقلله، او ان انا اعمل افويد اصلا لايه للريسك ده خالص واقفل الباب واستريح. طيب evaluates risk management processes. الانترنال اوديت اكتيفيتي بت evaluate الريسك مانجمنت processes، اكيد هو ده اللي احنا عمالين نقوله من اول سيشن. Internal auditors review risk assessment by senior management. تمام، احنا ك internal auditors بنبص على ال risk assessment اللي ال senior management عاملاه. ال external auditors and regulators. تمام، ده واللي معمول لو ال external auditor عامل ولو ال regulator عامل، ببص على كل ده. The purpose is to learn how the organization identifies, addresses and determines the acceptability of risks. عايز افهم المانجمنت عندنا ممشيها ازاي من الاخر، عايز افهم المانجمنت ممشيينها ازاي، ممشيينها بالحب ولا ممشيينها بشكل علمي وعملي سليم. تمام، the responsibilities and risk processes of the board and key managers also are evaluated. تمام، وبعمل evaluation كمان لل responsibilities وال risk processes الخاصة بالبورد والمانجمنت. ماشي، يعني البورد عليه مسؤولية معينة تجاه الريسك مانجمنت، عليه عليه، ما هو الريسك مانجمنت دي احنا قلنا مين اللي بيقوم بيها؟ المانجمنت. تمام، هي اللي بتقوم بإدارة عملية المخاطر. طب والبورد؟ البورد بيعمل اوفر سايت، بيشرف بيراقب المانجمنت وهي بتدير. طب افرض البورد مش بيراقب ومش بيدير، وانا كانترنال اوديت من مهامي ومن ادواري ان اتاكد البورد بيشرف وبيدير بيشرف وبيتابع وبيراقب ولا لا؟ ولو مش بيشرف ومش بيتابع ومش بيراقب لازم ارصد ده في حد ذاته كخطر. تمام؟ The internal audit activity performs its own risk assessment. انا بعد كده بقى ك internal audit activity بقول للمانجمنت والله مشكوره جدا على الريسك اسسمنت اللي انت عاملاه، بس انا برضو لازم اعمل الريسك اسسمنت الخاص بيا. فبنزل على فانكشن معينه مثلا وانا باودت مثلا على الناس بتوع البروكيورمنت تاني، فالناس بتوع البروكيورمنت ما عندهم حاجه اسمها ريسك ريجستر المانجمنت عاملاها وكاتبه فيها كل الريسكس بتاعتهم والكنترولز، وقايله ان الفاينانس الناس بتوع البروكيورمنت دول اسف عندهم حوالي 30 خطر، وادي الكنترولز بتاعتها وادي الدنيا حلوه وجميله. هنزل انا اخد الكلام ده مسلم بيه؟ لا، وارد اقول لا طب معلش لحظه انا عايز اعمل ريسك اسسمنت انا. تمام، واشوف اذا كان الكلام ده حقيقي ولا لا، ولا في نيو ريسكس محدش واخد باله منها، ولا الريسكس اوريدي الموجوده اصلا الكنترولز اللي موجوده قصادها مش مسيطره عليها او مش بتكفرها. The discussions with
the board and management permit alignment of recommended risk responses with the risk appetite. Of recommended risk responses with risk appetite. تمام ماشي. المناقشات مع البورد ومع المانجمنت تمام تخلي ان يعني وارد يبقى فيه كنترول محطوط لريسك، بس الكنترول ده مش ملائم، مخلي الريسك برضو الكنترول مش عارف يسيطر على الريسك، والمانجمنت او ما بص يا جدعان الكنترول لا هو كده، يا جدعان اسمعونا بس انتوا كده هتضيعونا وهتودونا في داهيه، لا هو هي الصح بتاعها كده وانت مش فاهمك انت اصلا في الكلام ده بالطبيعي. ساعتها يقول لك الديسكشن ده شيء مهم جدا، الديسكشن مع السي ليفل بالذات يعني المستوى الاداري ده مهم جدا، لازم تقنعهم ان لا ده مش افضل حاجه، في افضل من كده، احنا ممكن انتوا عاملين ميتيجيت للريسك مثلا، طب ليه ما فكرناش نعمل ترانسفير؟ فنعمل ديسكشن تمام، لان الديسكشن ده وارد ان احنا نقنعهم بالريكومنديشن بتاعتنا، ومن ثم الريسك ريسبونس يبقى within الريسك ابيتايت. And establish the framework زي الكوزو او الايزو may be used for risk identification. اكيد طبعا من ادوات واليات تحديد المخاطر الفريم وركس زي الكوزو والايزو 31000. لسه هيجوا بالتفصيل الممل يعني. One new development in the industry and the two processes for monitoring. تمام ماشي. انا لازم كانترنال اوديتور معلش آسف لحظة. الـ new development in the industry will process processes for monitoring, assessing or responding to risks may be researched. يعني أنا كـ internal auditor ممكن إن أنا أعمل إيه؟ ممكن إن أنا بعمل search عن الـ opportunity عن الـ new developments او البروسيسز الجديده للمونيتورنج للاسيسنج، ان انا لازم يعني الخلاصه ان انا ببقى على وعي وابقى على درايه بالتكنيكس الجديده في التعامل مع الريسكس وفي التكنيكس الجديده في التعامل مع الاوبورتيونيتيز، لازم انا دايما ابقى عندي الابديت علشان انا هي مهنتي كده، انا نازل اعمل ايفالويشن لحد، فتخيل ان انت لازم اعمل انا نازل اعمل ايفالويشن ونازل اعمل اسيسمنت، فلازم انا يبقى اصلا عندي الجديد وانا لازم ابقى عارف دايما الـ اي ابديت علشان اقدر اقيم اذا كان التكنيك اللي شغال ده هو افضل تكنيك، واذا كانت السايكل اللي ماشيه دي هي كده افضل حاجه ليها بالشكل ده ولا في حاجه تانية افضل من كده. تمام The foregoing procedures allow internal auditors to perform gap analysis تمام whether risks are identified and assessed adequately. تمام الحاجات اللي فاتت دي بقى كلها هتمكنني من ان انا اقدر اعمل ايه gap analysis. gap analysis يعني ايه؟ يعني الجاب يعني فجوة، يعني اذا كان انا المفروض الصح كذا 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 كذا، احنا فين بقى من الصح ده؟ هل احنا هنا جنبه ولا كده ولا كده ولا احنا ما جيناش اصلا؟ اذا الجاب دي هتيجي منين؟ هتيجي من ان الريسك اتعمل له ايدنتيفيكيشن، اتعمل له اسسمنت ولا ما اتعملش؟ تمام ما اتعملش يبقى احنا عندنا جاب قد ايه السماء والارض. لا الدنيا اتعملت ومظبوطه خلاص يبقى احنا كده نتيجه الاناليسيس بتاعتنا سليمه. Internal auditors should identify risks and corresponding responses. تمام؟ For example, management may choose to accept risk and the chief audit would need to determine whether the decision is appropriate according to the organization's risk appetite or risk management strategy. If the chief audit concludes that management has accepted a level of risk
that may be unacceptable, that chief audit must discuss the matter with senior management and may need to communicate the matter to the board. طيب الحته دي يعني جميله وكويسه وبيجي فيها اسئله كتير. بتقول ايه؟ بتقول ان انا دلوقتي لقينا المانجمنت بتاخد مثلا تكنيك معين مع مثلا عندنا خط انتاج، تمام؟ عندنا خط انتاج. وخط الانتاج ده بيخسرنا، يعني لما تيجي تحسب كده بالورقه والقلم تلاقي ان خط الانتاج ده بيخسرنا، بس احنا عاملينه كده يعني، تمام؟ لايام هو كان موجود ومستمرين عليه. طب يا مانجمنت خط الانتاج ده بيخسرنا، قالت لك بيخسرنا، قالت لك ما انا عارف، وانت هتيجي تعرفني. طيب انت بيخسرنا ومستمر عليه ليه؟ قالت لك مش ده ريسك، انا اكسبت الريسك ده. لا، فساعتها انا كانترنال اوديتور لقيت لا، انا دي مش، انا هنا مش شايف ان دي افضل ريسبونس يتاخد مع الريسك ده. فبحاول اقنعهم وافهمهم واقول لهم لا، طبعا انا كشيف اوديت بقى خلاص الموضوع بيتنقل للشيف اوديت، فيفهم الاداره المسؤوله عن الكلام ده، ما فهمتش يطلع للاداره اللي فوقيها، ما فهمتش يطلع للسينيور مانجمنت، خلاص بقى السي او. والله كلهم دماغهم قفل متربس، لا هو خط الانتاج ده احنا هنكمل واحنا شايفين ان ده ريسك، واحنا اكسبتد الريسك ده ولا اكسبتد اللوس دي. ساعتها هنا ممكن انا احتاج طبعا او لازم ان انا اقوم ابلغ البورد، والله في كذا 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 كذا، انتوا راضيين ولا مش راضيين؟ لو راضيين خلاص انا ماليش دعوه، تمام؟ يبقى انا عملت اللي عليا. If management uses a risk mitigation strategy, the internal audit activity may evaluate the adequacy and the timelines of remedial actions. By reviewing the control designs and testing the controls and monitoring procedures. تمام. If management، لو الإدارة عندي بتستخدم risk mitigation strategy، استراتيجي لأن هي تعمل mitigation للريسك، تمام؟ هنا الـ internal audit activity هي evaluate مدى الكفاية والوقتية يعني بتاعت الريميديال اكشنز. يعني ايه الريميديال اكشنز؟ الريميديال اكشنز اللي هو الاجراءات التصحيحيه. فانا بشوف اذا كان فعلا الاجراءات اللي بتتاخد، يعني اللي هو الريسبونسز، يعني الريسبونسز اللي بتتاخد وبتتم بشكل فعلا كافيه ان هي تكفر الخطر ولا لا؟ طب بتتم في التوقيت المناسب ولا لا بعد الدنيا خلاص ما خربت؟ تمام؟ طب ده هعمله ازاي؟ by reviewing the control designs and testing the controls and monitoring procedures. طيب السطر ده يعني هو سطر كده جاي في وسط الكلام، بس هو كان المفروض ياخد شكله، يعني ياخد شكل افضل من كده شويه. انا وانا بعمل تيستنج لاي كنترول بعمل له تيستنج على مرحلتين، هو هنا جايبهم كده يعني ايه مش باينين خالص. وانا بعمل تيستنج لاي كنترول بعمل له تيستنج على مرحلتين. اول حاجه بعمل تيست للديزاين، بعمل تيست للديزاين، هو الكنترول موجود اصلا ولا لا. بمعنى سبيل مثال عشان نوضح الصوره شويه، انا مثلا عندي عمليه التيلر في خش اي بنك، التيلر اللي قاعد على الشباك، التيلر ده المفروض ان هو بيبقى، لو انا داخل كده لو اقول له لو سمحت اديني من حسابي 10,000 جنيه، تمام؟ غير لما اقول له اديني من حسابي مليون جنيه، صح؟ لان هو 10,000 جنيه دي ممكن هو خلاص يسحبهم بالاوثرايزيشن اللي معاه، الاوثوريتي اللي معاه تخليه يقدر يسحب لي 10,000 جنيه. انما لو قلت له اسحب لي مليون جنيه، لا ساعتها هيحتاج ياخد الاوثوريتي بتاعت بقى السلطه اللي ايه؟ اللي فوقي. فانا الاول بتاكد، والله يا ابني انت عندك ال1000 زي ال100,000؟ لا، السيستم عنده ال1000 مش زي ال100,000. فعلا لو 100,000 لازم هاير ليفل اوف اوثوريتي يعتمد الترانزاكشن عشان تمشي. يبقى اذا الكنترول كديزاين موجود. حلو قوي. نيجي بقى نمشي على الخطوه الثانيه، البرفورمانس بتاع الكنترول. احنا بنفحص الكنترول على مرحلتين، الديزاين بتاعه موجود؟ موجود. طيب الخطوة الثانية، البرفورمانس بتاعه شغال بقى ولا مش شغال؟
يعني العربيه فيها كاسيت، موجود الكاسيت؟ اه موجود ما شاء الله، حاجه بص ايه محترمه فخامه. طب شغل لنا الكاسيت؟ لا ما هو شغال بايظ، يبقى وجوده زي قلته. فالكنترول موجود؟ اه موجود. طيب شغل الكنترول؟ لا الكنترول مش شغال. فتيجي تلاقي الواد وهو بيسحب الفلوس، التيلر اللي بيسحب ال 100,000 جنيه، وهو معاه الباسورد بتاع الراجل الايه المانجر بتاعه، فيقوم مدخل الباسورد على الشاشه قدامه، طق، يبقى هو كده مشى العمليه، هو اللي مشاها، مشاها كترانزاكشن، ومشاها كاعتماد كاثوريتي. فهنا يبقى كده الكنترول كانه اصلا ايه؟ كانه ما جاش، كان الكنترول مش موجود. هو طبعا موجود كديزاين، ولكن كبرفورمانس لا، فاحنا ستيل عندنا مشكله. فهو بيقول لك ان انا براجع، تعالى بقى شوف، هتلاقيه قايل الكلام ده، بس هو قايله بالهيروغليفي شويه. By reviewing the control designs and testing the controls and monitoring procedures. ادينا فهمناها. To assess whether evaluate risk information is captured. To assess whether relevant risk information is captured and communicated timely across the organization, internal auditors may interview staff at various levels and determine whether the organization's objectives, significant risks, and risk appetite are understood throughout the organization. ماشي، لازم الناس في المؤسسة كلها تبقى فاهمة أهداف المؤسسة، وفاهمة يعني إيه ريسكس، ويعني إيه سيجنيفيكانت ريسك، ويعني إيه ريسك أبيتايت. وأنا كإنترنال أوديتور من حقي إن أنا أعمل انترفيوز مع الناس وأتأكد من الكلام ده. Typically the internal audit activity also evaluates the adequacy and timelines of risk management results. ماشي تمام. The internal audit activity may، الدنيا الكلام دخل في بعضه، معلش ايه فين. The internal audit activity may review board minutes to determine whether the most significant risks are communicated timely to the board and whether the board is acting to ensure that management is responding appropriately. تمام، انا من حقي ان انا اراجع كانترنال اوديت اكتيفيتي، ان انا اراجع واطلع على البورد مينتس اللي هي محاضر مجلس الاداره. مجلس الاداره اول ما بينعقد، بسم الله الرحمن الرحيم كده، بنقوم ماسكين ورقه وسجل، حسب طبعا يعني مش لازم ورقه، يعني ممكن تتكتب، بيتكتب فيها كل حاجه، العضو الفلاني قال كذا، والعضو العلاني قال كذا، وتم مناقشه موضوع كذا، وتمت الموافقه على كذا، وتم رفض كذا. انا من حقي كانترنال اوديت ان انا اطلع على المينتس دي، وان انا اعمل لها ريفيو، لان انا من خلالها هقدر اعرف اذا كانت السينيور مانجمنت بتتكلم مع البورد عن الريسك ولا لا، واذا كان الريسك فاهم يعني ايه، او اذا كان البورد فاهم يعني ايه ريسك ولا لا، وايه رد فعل البورد تجاه الريسك. تمام، واذا كان البورد بيتابع بقى وبيقوم باجراءاته وبيشرف وبيراقب ولا لا، كل ده هعرفه من محاضر اجتماعات مجلس الاداره. The internal audit activity also should ensure management of its risks. Audit failure will false assurance and damage to reputation and monitor all corrective actions. قال لك مخاطر بمخاطر بقى، طب ما تيجي نتكلم ونقول ان احنا ك internal audit activity احنا اصلا محتاجين ان احنا ensure management of its risks. management بقى، خلي بالك بص هنا ايه ده؟ هو انا ممكن ادير مخاطر؟ اه المخاطر بتاعتي، المخاطر بتاعتي كده انا اللي هديرها، مش هجيب لي حد يديرها لي. ان انا ادير المخاطر بتاعتي، هو انا ايه المخاطر بتاعتي؟ قال لك اهو زي مثلا الاوديت فيلر. اوديت فيلر ان انا ممكن يحصل عندي فشل في عمليه الاوديت لاي سبب من الاسباب بقى، سواء ريسورسز، سواء تايم، سواء كوست، اي حاجه، ما عنديش الريسورسز الكافيه، ما عنديش الاوديتورز الكافيين ان انا اقدر انجح في تنفيذ الاوديت بلان بتاعتي اللي انا عاملها السنه دي. المفروض ان انا هاوديت على مثلا 10 فانكشنز، ما عملتش اوديت غير على خمسه بس، غير على سته بس، ليه؟ ما عنديش الريسورسز الكافيه. تمام، فده ريسك، مين اللي هيعمل له مانجمنت؟ الشيف اوديت. احنا كانترنال الاوديت اللي هنعمل مانجنج للريسكس دي. الفولس اشورنس، ان انا ادي اشورنس عن في مكان ما، سواء بالسلب او الايجاب، اقول المنطقه دي
احنا عملنا اوديت لفانكشن معينه، الفانكشن بتاعت الفاينانس، والناس بص ماشيين على زي ماشيين زي الساعه، في حين ان الناس لا، الناس هناك الدنيا خربانه. انا دلوقتي عملت ايه؟ اديت ايه؟ اديت فولس اشورنس، او العكس، او العكس. خلي بالك ده ريسك برضه، ان انا اجي على كنترول واقول الكنترول ده او الريسبونس ده، الريسبونس ده سيء جدا، الكنترول ده مش شغال، الكنترول ده مش قادر ان هو يسيطر على الريسك. ولكن في الحقيقه الكنترول شغال كويس جدا، بس انا اللي ما قدرتش او انا ما عملتش الاسسمنت بتاعي صح، فانا برضو هنا قدمت اشورنس بشكل خاطئ. فسواء سلبا او ايجابا ان انا ادي اشورنس غلط، ده في حد ذاته ريسك. طب الناس ازاي بعالجه؟ مش ده وقته، بس انا بقى ان انا اطلع ناس تبقى ناس اصلا عندها الكومبيتنس والنسيساري نوليدج، وان انا يبقى في تايم كافي لعمليه الاكزامينيشن، يعني حاجات كتير. مش ده مجال الكلام بتاعنا، بس المجال دلوقتي ان بيقول لك ان انت كانترنال اوديت اكتيفيتي بتمانج الريسكس، ايه الريسكس بتاعتك والدامج في ريبوتيشن. اكيد طبعا، انا لما يبقى انا عندي الريسورسز بتاعتي تعبانه، والمراجعين اللي عندي يعني نص لب وعلى قدهم، فانا لما انزلهم وكل ما انزلهم يفحصوا سايكل معينه او فانكشن معينه، الناس بتكتب اي كلام وبتكتب اي ريكومنديشن في الهواء، وبالتالي الريكومنديشنز دي لما بتروح في الريبورتس وتطلع للسينيور مانجمنت ويشوفها البورد، خلاص خدت انطباع وبقت الريبوتيشن بتاعت الانترنال اوديت بقت زي الزفت، يبقى انا كده دي مشكله عندي كبيره، يبقى انا ده عندي ريسك ما ينفعش وغير مسموح خالص ان انا ايه اوصل ليه. تمام، ماشي. مونيتور والكولكتيف conformance with the standards. تمام، the internal audit charter and audit plan are relevant documents. اكيد ماشي، دي بقى من الحاجات اللي انا هو هنا يعني في نفس السياق. ماشي، ال internal audit charter وال audit plan are relevant documents. اكيد دي document طبعا مهمة جدا. ال internal audit charter ده بقى دوكيومنت هو الاساس بالنسبه لي في حياتي كانترنال اوديتور، هو ده اللي انا هستمد منه كل حاجه بعد كده. والاوديت بلان، والاوديت بلان اللي انا خلاص لان دي اللي بموجبها انا ببتدي اشتغل وببتدي اتحرك، فدي ريليفنت دوكيومنت وفايتال دوكيومنت بالنسبه لي كانترنال اوديتور. Also relevant are minutes of meetings in which the elements of the standard recommendations by the internal auditor were discussed with the board or senior management او تاسك فورس اند كوميتيز. والمينتس محاضر سواء بقى مع مجالس اداره او مع الاداره العليا او مع جهات خارجيه قوى عامله ومش عارف ايه وبتاع وكوميتيز ولجان. تمام، internal audit risk assessment and action plans demonstrate evaluation and improvement. الريسك اسسمنت بتاعي اللي انا بعمله ده الغرض منه في الاخر ايه؟ واحنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، اي اسسمنت بعمله يبقى الغرض منه ان انا بعمل ايفالويشن، وبعد الايفالويشن ده بخرج بايه؟ بامبروفمنت. تمام؟ طيب 3 implementation standards address the risk management responsibilities of internal auditors when performing consulting engagement. تمام، احنا كل ده كنا بنتكلم عن ان انا كانترنال اوديتور يعني بالنسبه لدوري ناحيه المراجعه، يعني لدوري ناحيه تجاه عمليه اداره المخاطر من وجهه نظر الاشورنس. الثري ستاندردز دول بقى بيتكلموا من وجهه نظر الكونسلتنج ايه؟ انجيجمنت. لو انا بقى كونسلتنج ادفايزري، during consulting engagement internal auditors must address risk consistent with the engagement objectives and be alert to the existence of other significant risks. انا والله باجي في الكونسلتنج الموضوع مختلف، بيجي المانجر او المانجمنت هي اللي بتطلبني وبتقول لي بعد اذنك عاوزينك معانا ساعدنا في عمليه الريسك مانجمنت دي، قول لنا ازاي نقدر نتعامل مع الخطر ده، ادينا الادفايس بتاعتك كراجل ادفايزري كراجل كونسلتنت. فانا بكون مركز على الريسكس اللي هم
عايزيني يعني اديهم رايي او خبرتي فيها، مع مراعاه ان انا برضو بكون صاحي واخد بالي ان لو في اي سيجنيفيكانت ريسكس تانية، لان وارد يكون في سيجنيفيكانت ريسكس تانية هم مش واخدين بالهم منها، فانا بقول لهم طب على فكره واخدين بالكم ده في كذا، ما تيجوا برضو نفكر ونشوف كذا ده هنتعامل معاه ازاي. تمام. Internal auditors must incorporate knowledge of risks gained from consulting engagements into their evaluation of the organization's risk management processes. طيب ان انا ممكن incorporate knowledge of risk gained from consulting engagements. طيب انا دلوقتي انا بعمل الكونسلتنج مع الناس، اكيد اكيد هم طالبيني اساعدهم، فاكيد هيخلوني هتطلع على معلومات ومعارف. تمام. الستاندرد بيقول لك خلي بالك المعلومات اللي انت هتطلع عليها والمعارف اللي انت هتطلع عليها، لان هم خلي بالك لما هيبقوا في الكونسلتنج عموما لما حد طالبك هتلاقيه في اتاحه المعلومات معاك هيبقى متساهل كتير خالص، بعكس لو ايه لو انت اللي نازل بتعمل اوديت اشورنس. لا انما هنا هو اللي طالبك خلاص، هو بص ما قدموش واتزنق وعايزك انت اللي عارف ان انت طبعا، وعمره ما هيلجأ لك الا لو انت عندك الكومبيتنت، الا لو انت عندك الكومبيتنس والمراجعين اللي عندك كومبيتنت. انما لو انت اصلا الدنيا عندك ضايعه والمراجعين عندك ضايعين، عمره حد ما هيلجأ لك، ولا عمره حد ما هيجي لك ويطلب الادفايس بتاعتك او الكونسلتنت بتاعتك. انما هو الراجل جالك وعايزك ان انت تقدم له الادفايس، فبالتالي هيقدم لك انفورميشن، هيقدم لك نوليدج، فانت الانفورميشن والنوليدج دي الستاندرد بيقول لك خلي بالك ان انت الانفورميشن والنوليدج دي تقدر ان انت تستخدمها بعد كده وانت بتعمل الاشورنس. يعني ما تفصلش انت، انت كل ده هيسمع معاك وهيفيدك في الاندرستاندنج بتاعك. Internal auditors must incorporate knowledge of risks gained from consulting engagements. انت قدرت تكون معارف ومعلومات عن ريسكس معينه من خلال وانت بتعمل الكونسلتنج انجيجمنت، لازم المعارف دي تستخدمها انت دير ايفالويشن وانت بتعمل الايفالويشن بتاعك للاورجنايزيشنز ريسك مانجمنت بروسيسز، وانت بتعمل بقى التقييم بتاعك اللي هو ايه بتاع الاشورنس. او وارد يكونوا هم الناس عايزينك كونسلتنج او ادفايزري ان انت تعمل لهم تقييم للريسك مانجمنت برضه. وقت اخر حاجه معانا، when assisting management in establishing or improving risk management processes internal auditors must refrain، يمتنع لازم refrain from assuming any management responsibility by actually managing risks. وانت بتساعد الاداره، ساعد الاداره زي الفل، انت راجل في الاخر شغال في مؤسسه والمؤسسه محتاجاك، فانت هتساعد الاداره في تحسين عمليه اداره المخاطر، بس الاستاندرد بيقول لك خلي بالك ويجب ان انت تمتنع فورا عن ان انت تتحمل مسؤوليه اداره المخاطر. انت تساعدهم وتديهم الادفايس بتاعتك وتوضح لهم الديفينيشنز وتوضح لهم الخطوط العريضة اللي لازم يمشوا عليها، انما خلي بالك ما ينفعش ان احنا كانترنال اوديتورز ان احنا نمانج الايه ان احنا نمانج الريسكس. تمام. طيب كده خلصنا الانترنال اوديت رول بالنسبه للريسك مانجمنت، دي كانت نقطه مهمه جدا ولازم تتذاكر كويس جدا ويتحل عليها اسئله كويسه. ان شاء الله بقى يتبقى معانا الكوزو والايزو في اليونت ده. تمام. كل التوفيق واشوفكم على خير والسلام عليكم.